عين ريشك طير ورفرف مين يحوشك اوعى تطوي في يوم جناحك ينطوي تحتي طموحك لو طول ازاي هعيش حالتي بين ما تسويش انا مش قادر اكمل ضعفي خلاني مفيش بص شوف زيي وزيك ناس في حالتي وزي حالتك بالإيمان غلبوا ممالك عدوا من أصعب مهالك واسمع اللي تقال عليهم واغلب اليأسي وعيش واغلب اليأسي وعيش. أهلا بيكم أعزائي الشباب في برنامج الشباب شباب 4G. النهاردة حلقتنا بعنوان امسك حرامي. بنرحب بالفريق الجميل المعزفين ومرنمين، وكمان بنرحب بكل الشباب الموجودين معنا في الاستوديو وخدام الرب اللي منورنا. تعالوا في بداية حلقتنا نشوف السكتش اللي جاي. سلامتك حبيبي، سلامتك، ألف سلامة. يا ابني، يا ابني مش هين عليك تنزل تجيب لي الدواء من الصيدلية. يا بابا صدقني أنا لسه مكلمهم، أنا مش عارف اتأخروا ليه بس. لا أنت بتسمع كلامها وعايز تموتني. يا حماية أنا مالي، وبعدين أنا أصلاً مش بتدخل بينك وبين ابنك. يعني فكرة الموت فكرته هو. لا مش أنا ولا هي، صدقني مش فكرتنا. اتأخر ليه ده بقى؟ ما يجي ويريحنا. أنتوا مستنيين قبض الأرواح يجي عشان ياخد روحي. لا يا بابا، ده أنا اللي هقبض روحه بس لما أشوفه يا بابا. بقول لك إيه، ما تكلمه بقى وتشوف اتأخر ليه. حاضر. ألو. ايوه يا دكتور، يا دكتور انا طالب الاوردر بقالي ساعه ونص. ابويا بيروح منه يا دكتور. ما تسمعش منه يا دكتور، انا مش بروح منه، انا قاعد على قلبي. يا بابا الرصيد، الرصيد. حاضر يا دكتور. ايه طيب، سلام. بصراحه كتير قوي اللي بيحصل ده. معلش يا حبيبتي، نستحمل شويه. مش قادره، تعبت خلاص. خليك معايا، انا اللي تعبت الاول. يا بابا هو يا رب خدني بقى وريحني. خدني يا رب انا الاول. يا بابا كفايه بقيت النهارده عشان صحتك، وانت راجل كبرت وغلط كده. بقول لك ايه، ما تروح تشوفه، روح شوفه متاخر ليه. ايوه ما انا لو كنت ابوك بجد، ابويا بجد، وانت ابني بجد، حرام كده يا بابا، كان زمانك نزلت رحت الصيدليه عشان تجيب لي الدواء بدل ما هتموتني. طالب دليفري. دليفري من غير ضرب يا بابا. حاضر هجيب المحفظه والبس الكوفيه واجي بسرعه. ازيك يا بت يا سماح، انت لسه زعلانه مني؟ اقفل يا مين بقى، انا مش عاوزه كلام في الموضوع ده تاني. انت جبت الناحيه معايا ليه كده بس يا سماء؟ ده انا بحبك ولا استطيع العيش بدونك. لا يا اخويا تستطيع يا سماء، ده انت لو سبتيني انتحر، ارمي نفسي من فوق ترابيزتي اللي انتريه. اهو دمك الخفيف ده اللي بيخليني سامحك بسرعه. حبيبتي يا سماح. يا حبيبي يا مين. انا نازل يا سماح، انا نازل يا بابا. يا حضرة، مش واقف انا بتكلم في التليفون هنا. معلش انا اسف. معلش استنى يا استاذ. حاضر. معلش يا سماح، هقفل معاك انا دلوقتي واكلمك تاني. معايا اوردر كده ارمي لي الزبون. سلامة يا عسلية. عمر يا استاذ، في دينالك يا بيه. معلش بس، هو حضرتك جاي منين في العماره بس؟ ثانيه واحده يا استاذ. الصبر يا بيه، الصبر. اتفضل. جاي لمين؟ فين في العماره حضرتك؟ جاي الاستاذ جاد. يا عم ابوس ايديك، سايبنا ابويا في النار جوه مع ابويا وبيولع جوه، انت مش شايف حاجه اصلي. انا اسف يا بيه يا باشا، انا اسف يا باشا، اصل البت سماح
جالها كلام ان انا بكلم حد غيرها. لا بسماح ومش سماح يا بيه. الصبر يا بيه، ده في العجل الندامه يا بيه. تبين عليك فهم الصبر غلط وهتتعب نوعه. خلاص يا بيه، حصل خير. وعموما الف 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 سلامه على الباشا الكبير يا بيه. اوعى بصوتك ده، الحق ابوك مات. ايه؟ ابويا مات؟ الحمد لله. بابا، بابا حبيبي، بابا انت مت؟ سلامتك يا بابا، الف سلامه. ربنا يرحمه. كويس انه ما بدعش البخاخه، كل ده خيره وفيها خيره. خدوا البخاخه بابا. بابا، بابا. ازيكم شباب؟ بنتكلم النهارده عن امسك حرامي، اللي هو الوقت. الوقت اكبر حرامي ممكن يواجهنا في الحياه. في شباب عندهم كذا مشكله في موضوع الوقت. المشكله الاولى ان وقتهم مزنوق قوي. في ناس وقتها مزنوق ومليان بحاجات فمش عارفه تعمل ايه. لكن المشكله الثانيه ان الوقت فاضي قوي، حاسين بفراغ رهيب، فالموضوع بيبقى برضو مش لذيذ بالنسبه لهم. كم واحد بيواجه مشكلتين او مشكله من دول؟ اتفضلي. طيب، هو انا شايفه انه في مشكله في الاثنين يعني. فالوقت لما بيبقى مضغوط قوي عندي فانا مش ببقى لاحقه اخلص الحاجات اللي ورايا، وبحس ان انا مرهقه يعني ومش عارفه اركز في حاجه، فده بيبقى مشكله. والوقت الفاضي قوي برده بيبقى مشكله. هو ان انا بحس انه مفيش معنى يعني في اليوم او في حياتي اصلا، فبقعد افكر في حاجات كتير وبكتئب يعني. فبحس انه لا ده حلو ولا ده حلو ولا ده حلو، والاثنين فيهم مشكله يعني. مش عارفه اقول انه اكتر، بس يعني الاثنين مش حلوين يعني. في حد بيتبسط لما وقته مشحون بحاجات كتير يعملها؟ في حد بيحس ان هو في انجاز في حياته، ولا بنحس ان احنا لا مضغوطين ومش عايزين نعمل كده؟ رنا، يعني انا بالنسبه لي احسن ان انا ابقى مشغوله طول الوقت. ده اللي بيحسسني ان انا ليا فايده، وبيحسسني ان انا بعمل حاجه مفيده وبنجز، وبالذات لو الحاجه دي انا بحبها فبنجز فيها. وما عنديش مشكله ان انا ابقى في حاجه يعني بجتهد فيها جدا، فانا احس بقيمتي ان انا انجزتها صح. لكن انا بقى قاعده فاضيه، ده بالنسبه لي يعني الفراغ ده، بقعد بقى افكر. وزي ما كانت بتقول دينا، بتضايق وبكتئب ويجي لي اسئله كتير في مخي وحاجات كتيره كده. او ان ادور على حاجات تضيع وقتي، او ان الحرامي يجي بقى ويشتغل ويشوف شغله. انا عايز اسالك، انت رفعت ايدك، عايز اسالك، بقول لك انه الحاجات اللي ممكن تضيع وقتك. يعني في حاجات كتير قوي بتضيع وقتنا، يعني مش بس الحاجات اللي في نظر العالم تافهه والنت اللعب او حاجه. لكن انا حاسه اني لو انا بذاكر بس طول الوقت بذاكر، فانا ضيعت وقت الخدمه، وضيعت وقت الكنيسه، وضيعت وقت حتى ان انا اقعد مع نفسي. ده في حد ذاته ضيع وقت. فاني اكون شخصيه مش عارفه اكون بقسم وقتي او اعمل كل اللي عليا، ده في حد ذاته ضيع وقت. كم واحد بينام اكتر من 8 ساعات؟ اهلا بيكم. اهلا اهلا، اشرح لنا بقى، احكي لنا عن حياتك اليوميه. يعني لو في ايام المدرسه بنام اقل من 8 ساعات، لان انا مش بعرف انام بدري. لكن لو ما رايح من المدرسه او يوم اجازه فبنام مثلا لحد 12 1 كده. بصحى مش بعمل حاجه برضو، يعني بضيع الوقت برضو. طب في ناس بتقول انه ممكن بتعمل حاجتين في نفس الوقت عشان تستفاد بوقتك. فانت ممكن لو عندك حاجه بقى، مثلا انت مستني مثلا على محطة القطر، مستني حد صاحبك، فانت ممكن تمسك كتاب تقراه. حد جرب الموضوع ده قبل كده، ولا حاسينه موضوع مش عملي ومحتاج مجهود؟ هو طبعا زي الاكزامبل اللي انت قلته، بس على حاجات اعم واكبر. يعني زي مثلا بحكم دراستي انا بذاكر وقت كبير، فهمل، فممكن اكون بسمع ميوزك، ممكن اكون بتفرج على فيلم، ممكن بكون بتفرج على ماتش، ممكن اكون بعزف ترنيمه. وانت بتذاكر؟ وانا بذاكر. ده حاجه كويسه يعني. بس هي الفكره مش ضياع وقت او تقسيم وقت، هي الفكره في الزهق. يعني المالتي تاسكينج ده ممكن تكون قدره، بس هي الفكره بالنسبه لي انا في الزهق. لو حد وقته مزنوق وعنده اختيارين انه يعمل حاجه من الاثنين، انه يضحي بحاجه وانه يعمل حاجه. مثلا عندي وقت ان في يا اما هقعد على الفيسبوك، يا اما في هقعد مع اهلي او مع بابا وماما، او هقعد مثلا مع اصحابي. قولوا لي كده مثلا في حاجات زي كده تختاروا ايه؟ هنا تيجي دور الاولويات. فانا برتب اختياراتي بحسب اولوياتي. لو اولوياتي هو اهلي والعلاقه معاهم، انا هختار طبعا انا اقعد معاهم.
سوري انا اقصد كمان عشان اكمل على اجابتك، انا اقصد المقارنه ما بين السوشيال ميديا، حاجات في الميديا نفسها وحاجات ملموسه مع الناس فيها كلام وهات وخد. تفضلي انهي لو عندك وقت تعملي فيه حاجه منهم؟ لا بالنسبه لي بختار الحاجات الملموسه اكتر، وبحاول بقدر الامكان انا ابعد عن السوشيال ميديا. الموضوع ده صعب مش سهل، بس بختار عندي الاولويه للحاجات الملموسه والعلاقات اللي هي ظاهره قدامي مش الافتراضيه. حد عنده اجابه تانية؟ انا يعني مع مرنا تمام ان انا بختار في الاغلب يعني العلاقات اللي قدامي او كده، بس في حته انه حسب مين الناس اللي انا قاعده معاهم. يعني ممكن الناس اللي انا قاعده معاهم ابقى مش مستمتعه بالقعده مثلا، او الناس دي مش فارقه معايا او بيقولوا كلام ما انا مش عايز اسمعه، فممكن هنا يعني افتح سوشيال ميديا مثلا او اعمل اي حاجه اكلم اي حد يعني، ده علشان انا اصلا مش معجبه بالقعده ومش عايزه اقعد فيها يعني. لكن لو الناس دي انا بحبها والناس دي فارقه معايا فانا مش هفتح خالص نت يعني وهقعد اتكلم معاهم. واستمر يا شباب الحرامي ده، واقفلين على كل واحده، على كل دقيقه كمان احنا بنعدي فيها في عمرنا. عشان كده تعالوا نسمع التريم اللي جايه ونرجع لكم تاني. سرسب لا بعد فيها واحسب، يبتدي يومي ويخلص ولا بنجز ولا بكسب، والغريب انه عجبني كله زي بعضه عندي، ولا فرقة اي حاجة او ضميري كان تعبني. قال يقول الوقت سيف، شيء غريب شيء مخيف، خلينا نقول كلام شكله حتى يكون لطيف، واللي ما تعملش اجي بايديا واجي حسفوك، بس وقته امتى يجي، يجي او ما يجيش براحته. ورجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي الشباب في برنامجكم شباب 4G، ومبسوطين قوي بوجود خدام الرب اللي منورنا في الاستوديو، مهندس اشرف سمير والاخ خادم الرب عياد ظريف. اهلا بيك. اهلا بيكم. احنا النهارده بنتكلم عن الوقت وعن ازاي نخلي الوقت ما يتسرقش. احنا ليه اخ اشرف لازم نهتم ان احنا ندير وقتنا كويس؟ مين قال كده؟ لان ببساطه عدم ترتيب الوقت وعدم التخطيط ليه يعني اهدار الحياه. ما هو الحياه شويه وقت ربنا عطاهم لنا، لو احنا ما اهتمناش بيهم احنا مش بنهتم بحياتنا. كل طاقات وامكانيات بتضيع مننا. اخ عياد، ايه اهميه الوقت وجهه نظرك؟ الحياه الوقت اذا حبينا نقدره هنقول ان هو الحياه. الحياه عباره عن وقت مكون من جزئيات، ممكن يكون عندي سنين او شهور او ايام او ساعات او دقائق او ثواني. الكتاب لما حب يوصف بعض سير حياة بعض المؤمنين، فأوقات قال لنا أنه فلان عاش كذا سنة، لكن أوقات تانية قال لنا فلان عاش كذا يوم. يعني بالنسبة لإبراهيم يقول كانت أيام حياة إبراهيم، مش بس سنين لكن بالأيام. فالوقت هو حياة. إذا أنا أحسنت إدارة الوقت فأنا أحسن إدارة حياتي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الوقت ده وكالة. ربنا اداني وكالة اسمها الوقت، وأنا مستأمن على هذه الوكالة. أنا لا أمتلك الوقت لكن أنا وكيل على الوقت، وفي يوم من الأيام كل واحد فينا الوكالة بتاعته هيعطي حساب عنها. يوم الرب يقول اعطي حساب وكالتك. إذن الوقت مهم لأن الوقت حياة، الوقت مهم لأن الوقت وكالة، ولازم أكون أمين على هذه الوكالة، لا تضيع مني عبثا، ما سيبهاش للصوص، لصوص الوقت. نمرة ثلاثة، أن الوقت كمان مقسم إلى ماضي وحاضر ومستقبل، ودود ثلاث أزمنة في الوقت. الماضي إذا انتهى ما أقدرش أرجعه، إذا أحسنت فيه ما أقدرش أرجعه، إذا أسأت إدارته ما أقدرش أرجعه، لكن ما تم في الماضي يؤثر على الحاضر ويؤثر أيضا على المستقبل. ده يخلينا أقول كل يوم أنا باخد فرصة منحة أخرى للحياة عشان أحسن إدارة اليوم. أخ أشرف، كذا شباب يعني الشباب كلهم مش بيفكروا بالطريقة التحليلية الفلسفية اللي حضرتك بتقولوا فيها،
مع انها صح 100%، لكن انا وانا ببتدي يومي مش بفكر في انه انا الحياة واليوم والثانية واللحظة، ايه الحاجات اللي ممكن تضيع وقتنا فعلا وانا اقدر كمان استمتع بيومي، اقدر كمان استمتع بوقتي، مثلا زي السوشيال ميديا، ازاي استثمرها صح وازاي ده ما يضيعش وقتي؟ الحاجات اللي بتضيع وقتنا يعني احنا خلينا بس نتفق ان احنا عايزين نسميها مع الشباب لصوص الوقت، لان هي بتسرق من حياتنا واحنا مش واخدين بالنا. يعني هو مش حد بينبهني بيقول لي خد بالك انا هسرقك، لا دي بتسرقني من غير ما اخد بالي، لانها كمان احيانا كتيره بتبقى ممتعه، يعني مش بالضروره حاجه مش كويسه او حاجه مش ممتعه، لا دي بتبقى ممتعه. ناخد امثله، يعني مثلا النوم ممتع ولا مش ممتع؟ ممتع جدا. شباب بيناموا، في ناس بتنام فوق ال 12 ساعه وال 14 ساعه في اليوم، دي حاجه. الحاجه الثانيه في لصوص كتير للوقت ثانيه، السوشيال ميديا بقت لص غير عادي، الفيسبوك، الانستجرام، الفايبر، المشاكل اللي الموبايل بقي ازمه كبيره جدا جدا. زمان كانت الدقيقه، انا افتكر الدقيقه كانت بجنيه ونص، فعشان تدفع 60 جنيه مثلا في الشهر كنت هتتكلم بيهم 40 دقيقه. دلوقتي 60 جنيه بيدوك فيها 2400 دقيقه، يعني التحدي اتضرب في 60، حاجه مهوله، يعني تحدي كبير. اللي عايز يعيش صح قدامه تحدي، لازم يدفع كلفه. التلفزيون تحدي، الزيارات الفجائيه تحدي، بيضيع منها قد ايه؟ الامسيات الغير مخطط لها تحدي. حاجات كتيره جدا احنا محتاجين نقف عندها وقفه، والحاجات دي لو عمرنا فات مش هنقدر نرجعه. طب العمر فات نعمل ايه؟ يعني قانون بنسمع عنه كتير هو الزرع والحصاد، يعني وسط الحاجات الغير مخطط لها، طيب ايه الحل؟ وبرضه في قاعده تقول انه خيرا ان نبدا متاخرين عن ان لا نبدا مطلقا. يعني اذا حد دلوقتي بيشوفنا بيقول طيب انا فات من حياتي كتير، ضيعت كتير، علينا ان نبدا من الان. المبدا الكتابي الواضح في غلطية 6-9 لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فان الذي يزرع الانسان اياه يحصد ايضا. هناك زرع لكن هناك حصاد، ودايما الزرع قليل لكن الحصاد كثير، وده بياخدني لفكره استثمار الوقت. ايه هو الاستثمار؟ ان انا بأحسن استغلال ما لدي من وقت علشان يكون عندي مردود أوفر بعد كده للنجاح. ونفتكر أنه مزمور 126 بيقول أنا الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبزر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. الرب تبارك اسمه، الرب يسوع المسيح، أيام الجسد عاش 33 سنة، قدر يستغل كل ثانية في ال 33 سنة علشان يعمل مردود أبدي. يعني على مدار 2000 سنة احنا بنحصد اللي زرعه المسيح في ال 33 سنه. هو خدم 3 سنين، لكن 3 سنين قد ايه فرقت على في البشريه كلها، قد ايه غير وجه الارض. فقصه استثمار الوقت معناه ان انا ابذل كل جهدي علشان اعمل الحاجه الصح في التوقيت الصح بالطريقه الصح. بمعنى ان انا ممكن يكون يومي متقسم، اذا قسمت يومي عليا ان انا استغل كل قسم فيها بنسبه 100%. يعني وقت الاكل اكل بنسبه 100%، وقت اللعب ألعب بنسبة 100%، وقت النوم أنام بعمق. لكن إساءة استخدام الوقت معناه أنك أنت تعمل حاجة واحدة في كل الأوقات. يعني واحد بينام 12 ساعة 13 ساعة، أنت أخذت وقت مذاكرة وأخذت وقت خروجة وأخذت وقت عادتك مع ربنا. دايما في فرق بين المجاعة وسوء التغذية. مجاعة أن أنا ما عنديش أكل خالص، سوء التغذية أنا أركز على صنف واحد. الطعام الصحي أن يكون عندي تشكيلة، اليوم الصحي بتاعي يكون عندي تشكيلة، عندي وقتي الشخصي وعندي وقتي مع ربنا وعندي وقتي في المذاكرة وعندي وقتي مع أصحابي، عندي وقتي مع العيلة. استثمار الوقت. ونفتكر دايما أن اللي بيزرع بالدموع لازم يحصد بالابتهاج. في أشخاص على مدار الكتاب كله في 66 سفر زرعوا بالدموع في وقت قليل قوي، لكن كان في مردود أبدي بعد كده. اللي زرعوه ما زلنا بنحصده لغاية دلوقتي إحنا من فوائد، وقدام كرسي المسيح في المستقبل هيسمعوا المكافأة من عند الرب. نعمة أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. فالزرع قليل لكن الحصاد كثير. حاجات عملية يا أخ أشرف، واقعية، ينفع حد ما يعرفش عن إيه نظام
بينام 20 ساعة في اليوم وبالأربع ساعات بيفكر إنه ينام برضو فيها، إزاي نشتغل حاجة واقعية ما بتديش زي ما كان بيقول الأخ عياد بحاجات كبيرة وفي الآخر أفشل؟ هل ممكن الموضوع أبتدي إزاي؟ طب خلينا نقول شوية نقط مهمة جدا. نبتدي بالأولويات. الأولويات واحدة من أهم النقط اللي نقدر نقاوم بيها هذا اللص. في مثل جميل جدا، هو مثل صيني بيقول إن النملة البعيدة فيل قريب. يعني إيه؟ يعني لو أنا على بعد كيلو لمحت نملة، هي في الحقيقة مش نملة، لو قربت هكتشف إن هي فيل. فأنا لازم النقط أو الحاجات اللي هي في الوقت الحالي غير عاجلة لازم أهتم بيها طالما هي هامة. فلو هي هامة وغير عاجلة بلاش نركنها، لأن لو ركناها هنكتشف إنها لما توصل لنا إنها بقيت هامة وعاجلة، ما بقيتش نملة، بقيت فيل هيخنقنا. مثل زي إيه؟ زي المذاكرة ليلة الامتحان، ما هي فيل قريب، مع إن إحنا كان عندنا 9 شهور كانت المذاكرة دي إيه؟ نملة، بس إحنا ما اهتمناش بيها. دي حاجة. الأولويات دي يتحط تحتيها إن إحنا عندنا أولويات قصوى. الأولويات القصوى علاقتي مع الله، دي أولوية أولى لازم نهتم بيها جدا. علاقتي مع أسرتي دي أولوية قصوى. اهتمامي بجسدي بطريقة تخليني عندي استعداد إن أنا أمارس حياتي بطريقة نشيطة، دي أهمية قصوى. ندخل اللي بعد كده نسميها الأولويات الكبرى. خلينا بنتكلم عن الشغل وبنتكلم عن الخدمة، خلينا نرتبهم صح، الخدمة ثم العمل، وكل واحد يعني الرب يساعده أنه يرتب أولوياته بطريقة صحيحة. واحدة من الشباب قالت جملة جميلة جداً عجبتني، أن لصوص الوقت مش بالضرورة تكون حاجة مش كويسة، أحياناً بتبقى حاجة كويسة بس هي لص. ليه؟ لأنها أخدت من حاجة تانية. عشان كده الوقت إحنا مهم جداً نفهم أن الوقت مش بس مطلوب مننا ان احنا نفتديه، احنا مطلوب ان احنا نميزه. والكتاب بيكلمنا عن حاجتين مهمين في الكتاب، عن افتداء الوقت وتمييز الوقت. يعني في ايه جميله بتقول حافظ الوصيه لا يشعر بامر انشاق، وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم. احنا محتاجين مش بس نفتدي الوقت زي ما بيقول الاخ عادل، دي حاجه مهمه جدا، انما نميز نعمل ايه امتى. يعني انا لو عملت حاجه صحيحه في وقت غير صحيح، هو في الحقيقه انا بعمل حاجه غير صحيحه. الوقت لا يقل اهميه في تقديره عن الامر نفسه. الوقت بيعدي بسرعه، بس انا في دقيقه سؤال وفي نص دقيقه كمان معلش عشان وقتنا. الناس اللي بتقلب يومها ليل صبح وصبح ليل عشان مذاكره، علشان سهر، اي حاجه، تنصحها بايه؟ قلبه النظام عموما مش هتخليك تحصد النتائج اللي انت عايزها. من بداية الكتاب، من سفر التكوين، الله لما عمل الخلية عمل مساء وصباح، قسم لنا مساء وصباح، 6 أيام الخلية في التكوين يقول لنا وكان مساء وكان صباح. فمن الأصح الأول في الكتاب بيقول لنا أن في مساء وصباح. الصباح ليه والمساء ليه؟ معروف أن المساء للراحة والصباح أو النهار للشغل. في إنجيل يوحنا صح 11 الرب بيقول أن ساعات النهار 12، من يمشي في النهار لا يعصر. إذن اللي عايز يمشي يشتغل يمشي في النهار، طب بالليل يعمل ايه؟ ينام. الرب يسوع في يوحنا 9 بيقول انه ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهارا، انا جاي علشان اشتغل. التركيبه الجسمانيه اللي ربنا خلقنا عليها، جسمنا محتاج انه يستريح بالليل ويشتغل بالنهار. اذا اتعكس الموضوع جسمانيا هنتعب، الاداء الوظيفي بتاعنا هيتعب، الحصاد او المردود هيكون ضعيف جدا، لانك انت ماشي كانك ماشي عكس التيار، عكس الجاذبيه. إلا لو في بعض الاستثناءات البسيطة نتيجة خلل في جهاز عصبي لبعض الأشخاص، هو يحب أنه يشتغل بالليل وينام بالنهار، دي بتبقى استثناءات. لكن القاعدة العريضة هي الشغل في النهار والنوم بالليل. علشان كده علينا أن احنا نحط كل حاجة في مكانها الصحيح، شغل في النهار، مذاكرة في النهار، أوقات مع العيلة في النهار، خروج بالنهار. بالليل على قد ما أقدر أستفيد بوقت الليل في الراحة، جسمي بيبني نفسه، أجهزتي الجسمانية الصحية الطبية بتبني نفسها، هبتدي اليوم بتاعي نشيط. ده أنا بتكلم على الناحية الجسمانية الطبية الصحية، لكن كمان على الناحية النفسية أنا بشعر بالرضا. مفيش واحد بيطول في النوم لغاية الساعة 12 الظهر إلا ويقوم تعبان ومتضايق حتى نفسيا، لأنه حس إنه بلا إنجاز، ما عملش أي إنجاز. الكتاب حط لنا سيستم، الليل لإيه والنهار لإيه، وبيقول لنا إذا أحسنت استخدام السيستم ده
هيكون عندك مردود كويس وحصاد كويس. أعزائي الشباب، 3 سنين من حياة السيد المسيح وإحنا لسه بنشبع وبناكل فيهم لغاية دلوقتي. ليه؟ لأن هو كان بيعمل الحاجة الصح في الوقت الصح وبالطريقة الصح. نطلع فاصل ونشوف التريمة اللي جاية بتقول إيه. عارف حياتي هي ماشية لحد فين، يبتدي يومي ويخلص زي ساعة أو اتنين، والساعات فوق الساعات بتجمع فيها سنين، خايف أجي فوق ولاقي فاضي عمري والإيدين، ده حرامي أنا عارف إنه جاي رح يمد إيده ليا، مش هسيبه مش حبيبي معاكم. هنستناكم في حلقة جديدة من شباب 4G.